أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. مساء الخير لبنان، سنفهم محادثاته اليوم مع صندوق النقد الدولي، وتمحورت جولة المفاوضات 9 حول الإصلاحات المالية على أن تستكمل المشاورات نهار الأربعاء. تزامنا، لجنة تقصي الحقائق النيابية عقدت جلسة لها بعيد عن الإعلام في إطار استكمال البحث للوصول إلى أرقام موحدة في عملية التفاوض. إلى ذلك يعود الصرافون النظاميون إلى العمل يوم الأربعاء المقبل وفق آلية اتفق عليها مع الحكومة ستخضع لاختبار مدى قدرتها على ضبط سعر الدولار ولجم تصاعده المستمر، بالتزامن مع اختبار قدرة تعميم مصرف لبنان على احتواء أزمة الأسعار المرتفعة من خلال آلية الدعم لعدد من السلع بسعر لا يتخطى 3200 ليرة لكل دولار. وقد أكد وزير الاقتصاد لتلفزيون لبنان أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضاً لأسعار بعض السلع التي تدعمها الدولة. واليوم دخل قرار تخفيف إجراءات التعبئة العامة حيز التنفيذ، فعاودت المؤسسات التجارية والمجمعات التجارية فتح أبوابها، فيما سجل عداد كورونا 13 إصابة، ما رفع العدد الإجمالي إلى 1233. وفيما تحبس المنطقة أنفاسها قبل دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، نفت رئاسة الحكومة حصول أي نقاش أو التزام أو تبني لقانون قيصر، موضحة أن الحكومة بصدد دراسة تأثير هذا القانون على لبنان والهوامش التي يمكن للحكومة العمل فيها من دون حصول ارتدادات سلبية على البلد. إلى ذلك يعقد مجلس الوزراء جلسة له في السراي غدا تغيب عنها التعيينات، فيما وقعت وزيرة العدل ماري كلود نجم التشكيلات القضائية بعد أشهر من إحالتها إليها من قبل مجلس القضاء الأعلى، وأرفقت التوقيع بتغريدة قالت فيها: وقعت مرسوم التشكيلات القضائية بالرغم من ملاحظاتي التي أتمسك بها، والآن أهم من التشكيلات القضائية هو قانون استقلالية القضاء. رئيس الجمهورية يلتقي غدا سفراء الدول الخمس، شارحا موقف لبنان المتمسك بالقرار 1701 وبالتعاون مع اليونيفيل دون تعديل بمهماتها. وفي الشأن المالي، جمعية المصارف في عين التين وتأكيد على حماية ودائع كبار وصغار المودعين وممنوع الهيركات، واعدين أن الأسبوع المقبل سيحمل للبنانيين أخبارا إيجابية. كاتيا شقير والتفاصيل. أخبار سارة وأجواء إيجابية ستتظهر الأسبوع المقبل للبنانيين وفق معلومات أكدها وفد جمعية المصارف لتلفزيون لبنان بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري. الوفد قبيل مغادرته مقر الرئاسة الثانية طمأن إلى أنه ممنوع الهيركات وأن ودائع كبار وصغار المودعين اللبنانيين محفوظة وسيكونون بأمان، وفق معلومات وفد جمعية المصارف الذي أكد التقارب في وجهات النظر مع الرئيس بري لجهة متابعة اجتماعات صندوق النقد الدولي والأوضاع المالية والاقتصادية. الوفد وضع رئيس المجلس بأجواء اجتماعهم الأخير وأوضحوا لتلفزيون لبنان أن الأسبوع المقبل سيحمل إشارات إيجابية دون الكشف عن أي تفاصيل. وفد المصارف نقل أجواء إيجابية طغت على اللقاء، نافيا أن يكون الحديث مع الرئيس بري قد تطرق لتسعيرة الدولار بالليرة اللبنانية، رغم أن مصادر متابعة أوضحت أن الصرافين سيعتمدون 4000 ليرة لبنانية وفق خطة أعطت للصيارفة مهلة تتراوح ما بين 15 يوما إلى الشهر كحد أقصى للتخلص من الدولارات التي اشتروها بسعر مرتفع، على أن يستقر سعر الدولار على 3200 ليرة لبنانية. قضايا، النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم استمع إلى عدد من المتعهدين والمقاولين الذين ينفذون أعمالا عائدة للدولة في إطار التعاقد، ورجل الأعمال جهاد العرب لفت إلى وجود حملة تجنن والكوستا برافا ليس لآل العرب. في إطار سلسلة الملفات التي يتم التحقيق فيها، استمع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إلى عدد من المتعهدين والمقاولين الذين ينفذون أعمالا عائدة للدولة في إطار التعاقد. وأكد رجل الأعمال جهاد العرب بعد الاستماع إليه أن الكوستا برافا كان من ضمن الملفات التي سئل عنها، لافتا إلى أن ما يتعرض له اليوم من اتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو ضريبة نجاح. خليني أقول لك، بس موضوع الكوستا برافا هو منه لبيت العرب،
ولكن هالكوستا برافا أخذ حديث كبير وكتير صار. هالكوستا برافا لا أنا أملك شيء بالكوستا برافا، كل شيء أنا عندي مكتب بورتا كابن حقه $5,000، بروح كل يوم 5 الصبح طلع على شغلي وبرجع بظهر من شغلي. أنا كيف يعني مش ستي؟ هذا المشروع هو ملك الدولة اللبنانية، أنا مقاول، حاسبيني على تنفيذ بالكوستا برافا. 5 وزراء بيئيين مرقوا على الكوستا برافا، بما فيهم مدراء عامين، بما في الجمعيات المجتمع المدني زاروا هالمشروع تبع الكوستا برافا. بكفي ظلم وبكفي تجني بقى. أنا اللي ملء الثقة بالقضاء وملء الثقة بنقابة المقاولين وبنقيب المقاولين، أنا تارك حقي بالقضاء. إشارة إلى أن القاضي إبراهيم سيواصل الاستماع إلى عدد آخر من المقاولين تباعا، وذلك في إطار حملة مكافحة الفساد، فيما استغرب نقيب المقاولين مارون الحلو الاستدعاء الجماعي لعدد من المقاولين للمثول أمام المدعي العام المالي من دون معرفة الأسباب التي جرى الاستدعاء على أساسها والهدف المتوخى منه، ورأى أن ذلك أتى متزامنا مع حملة افتراء قامت بها وسائل إعلامية ومواقع تواصل اجتماعي. من جهة أخرى، تقدم رئيس تجمع أصحاب المولدات الكهربائية عبد سعدي بإخبار أمام المدعي العام المالي بقضية شح مادة المازوت من السوق وشرائها من قبل أصحاب المولدات بسعر السوق السوداء، ولفت إلى أنه لا يوجد قرار بإطفاء المولدات، ولكن عندما تفقد مادة المازوت من السوق من الطبيعي أن يتم إطفاء المولدات. وزير الاقتصاد يطمئن عبر تلفزيون لبنان أن الأيام المقبلة ستحمل انخفاضا في سعر السلة الغذائية. بالرغم من الوعود التي أطلقت والتطمينات بأن أسعار السلع ستنخفض، إلا أن المواطن اللبناني الذي يكتوي بالأسعار الملتهبة لم يشعر بأي تغيير على السلة الغذائية. في المقابل، وزير الاقتصاد يطمئن بأن الانخفاض متوقع في الأيام المقبلة وللأسباب الآتية. بقول شغلتين للمواطن، أنه نحن هلأ الآلية للسلع الأساسية انحطت، في عنا كثير طلبات من مستوردين حتى يستوردوا هالسلع الأساسية بسعر صرف منخفض، يلي رح يخلي إنه ينزلوا الأسعار. وفي قسم من هالمواد يحي على مرفق بيروت أو مرفق طرابلس، يعني على المرافق، يعني هولي لما رح يفوتوا بيفوتوا بسرعة مع هالإلية أوام رح ينزلوا الأسعار على هالسلع. هلأ إجاني اليوم تقرير من جمعية حماية المستهلك، يعني اللي هي مش من الوزارة، هي برات الوزارة، اللي عم بتقول إنه طلعت الأسعار بالسوبر ماركت بالسوق للمستهلك بتساوي تقريبا فوق 70%، مش 250% مثل ما طلع الدولار. يعني ما عنا 3 أضعاف أو مرتين، يعني ما طلعوا مرتين، طلعوا 70%، يعني أقل من الدولار. شو يعني؟ يعني المتاجر والمستوردين أخذوا بعين الاعتبار أنه قسم من الكلفة تبعيتهم هي بالليرة اللبنانية. ويعني شو كمان؟ يعني أنه طلعت الأسعار أكتر شيء على الدولار، لأنه طلع الدولار. هيدا طلعت الدولار، نحنا مش بإيدنا، نحنا بنتأكد إنه المستوردين من ميلة وإنه التجار من تاني ميل ما عم بيطلعوا الأسعار أكتر من اللازم. بإيد مين طلعت الدولار معالي الوزير؟ هيدا بإيد يلي صار قبلنا، قبل هالوزارة، يلي وصلتنا محل ما نحنا وصلنا. الهدر، الديفيسيت، يعني هل سيكون هناك سقف؟ كل السياسة الاقتصادية والمالية اللي عملت قبل من 20-30 سنة لحديث هلأ، هل هيدي اللي أدت لطلعت الدولار؟ في سقف برأيك لطلعت الدولار أو رح يكمل صعوده؟ ما حدا في جاوب على هالسؤال، بس بفتكر انه انا 4000 اكثر من اللازم. الوضع الاقتصادي الكارثي يتطلب اكثر من قرار حاسم، والاهم التطبيق على ارض الواقع. لا اثبت بنزين حتى الساعة الا اذا بيير البيع. حتى هذه اللحظة لا ازمة بنزين، ولكن ما يحدث هو سلسلة ازمات متلاحقة
منها ارتفاع سعر الدولار والبواخر والتفريغ، والمشكلة تتطلب حلا سريعا حتى لا يقف المواطنون مجددا بالطوابير أمام المحطات. في تقنين بمادة البنزين والمازوت وبيعود السبب لموضوع المصارف، موضوع البواخر، الكميات ما كانت متوفرة بالأسواق. نحن المناشد ومنطالب معالي وزير الطاقة ليحل هالمشكلة بأسرع وقت، لأنه كلنا ثقة بمعالي وزير الطاقة ونحن كلنا تحت سقف الدولة. نتمنى المنشآت التابعة للدولة اللبنانية يكون متوفر فيها مادة البنزين والمازوت، لأنه اللي صار بالسابق المنشآت استوردت مادة البنزين وكان مرتاح السوق. اللي حصل هلأ أنه البنزين ما فيه بالمنشآت، وشركات المستوردة مشكورة. في بعض الشركات اليوم سلمت مادة البنزين، منهم شركة كارل، إكويغاز، يوري تيرمينال، ميتكو، ما فينا نعد الشركات القوادم، وفي شركات ما سلمت. نحن بنتمنى السؤال من معالي الوزير للشركات اللي ما سلمت بضاعة اليوم، بس فينا نطمن انه لغاية اليوم ما في ازمة، في تقنين برجع اكرر بالتسليم على مادة البنزين. ازمة البنزين قد تؤدي الى ازمة تضاف على ازمات البلاد التي تتكاثر مع كل اشراقة الشمس، فهل من حل؟ رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب نزيه نجم، وبعد اجتماع اللجنة بحضور وزير الطاقة، بشر اللبنانيين بأن لبنان حصل على الفيول وسيكون هناك كهرباء قريبا. اللي صار أخيرا بعتولنا سوناتراك باخرة ليحملوا الفيول اللي موجود بالخزانات واللي غير مطابق، وهذا الفيول كان محجوز عليه. قدرينا اليوم من معالي الوزير أنه رفع الحجز عنه. الباخرة الثانية يلي هي أسوبوس مش هيك ولا أسوبوس يلي هي كمان توقفت صار لها أكثر من أسبوعين يمكن، لأنه غير مطابقة للمواصفات حسب العينة يلي انفحصت بلبنان. أعيد فحص عينة تانية، لأنه كنا مفتكرين كمان نحن أنه العينة زيتها، لا، عينة تانية أخذت من الباخرة وأعيد فحصها وهذه عينة طلعت مطابقة. شيء سحر أكثر من هيك ما بيصير. رح يجينا فيول ومنبشر اللبنانيين حسب ما وعدنا مع الوزير انه رح يكون في كهرباء قريبا باذن الله، يعني يكون ما في قطع للكهرباء بشكل حقيقي. الى الشان السياسي، رئيس الجمهوريه اكد على عدم طرح طروحات تثير جدلا لا يفضي الى اي تطوير لنظامنا. جلال. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون شدد على أهمية الوحدة الداخلية والكف عن إطلاق الطروحات التي تثير جدلا لا يفضي إلى أي تطوير في نظامنا الحالي الذي اعتمد التوازنات الكفيلة بإعطاء الضمانات لكل المكونات التي تشكل التعبير الحقيقي عن الدستور الذي ارتضيناه بعد مآسي الحروب الداخلية المرتبطة بالخارج. كلام الرئيس عون نقله عنه رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن الذي استقبله في قصر بعبدة وعرض معه الأوضاع في ضوء التطورات. بعد اللقاء صرح الخازن أنه تداول مع رئيس الجمهورية في مدى انعكاس الحلحلة الأخيرة على الصعيد الحكومي تزامنا مع مسار المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي. لابد من القول بأن لبنان لا يمكن أن يستمر على هذه الحال من الانقسامات أو الخلافات التي تعوق إنقاذ نفسه، وهو أشد ما يكون بحاجة إلى التضامن والكف عن التجريح والتشهير وفتح معارك تضيع عليه الفرص المتاحة لاستعادة الثقة الخارجية بنا. لقد قدرت لفخامة الرئيس عون شجاعته وإصراره وثباته على تفعيل العمل الحكومي والتشريعي بالتكافل والتضامن مع دولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس حسان الدياب، ودفع عجلة العمل في الإدارات العامة بعد تنفيذ تعهده باقتلاع جذور الفساد والهدر في كل دوائر الدولة، وصولا إلى عودة لبنان بلدا معافى ودولة تستأهل الاعتبار. وختم الخازن بالأهمية: لقد فهمت من فخامة الرئيس أنه حان الوقت لأن نكمل تطبيق ما تبقى من بنود اتفاق الطائف للوصول إلى الدولة المدنية التي نطمح إليها جميعا، فإذا كنا في الماضي قد فوضنا فرصا ضائعة وكثيرة لإنقاذ لبنان ولم نغتنم هذه الفرصة الثمينة التي نحظى بها اليوم، فإننا نكون قد حكمنا على أنفسنا بأننا شعب لا يستحق أن ينعم بوطن كلبنان.
الرئيس عون أجرى مع الأمين العام لحزب الطشناق النائب أغوب كرادونيان جولة أفق تناولت الأوضاع داخليا والتطورات الإقليمية. النائب بكرادونيان أوضح أن البحث تناول أيضا الإجراءات المتخذة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والمفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي والأمال المعقودة على نتائجها، ولفت إلى أهمية التضامن بين اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان بعيدا من المواقف وردات الفعل التي توتر الأجواء السياسية. في اليوم الأول من إعادة فتح البلاد مع تخفيف إجراءات التعبئة، حركة خجولة في الأسواق التجارية. ندى الحوت. إجراءات مشددة تنفذها المراكز التجارية في بيروت وخارج بيروت بعد قرار رئيس الحكومة بعودة النشاط تدريجيا إلى المحال التجارية والمراكز التجارية والمطاعم. أهم شيء أنه يرجع الحركة والحركة الاقتصادية، ويرجع الموظفين يأخذوا معاشاتهم ما يخصموا لهم منها، ترجع شوي شوي بتحسن الوضع الإفرادي للعالم. يعني هذا المبدأ منا. يعني برأيك اليوم عم بيفتحوا المولات بس القدرة الشرائية لدى اللبناني فعلا تراجعت، يعني هذا الموضوع انفتح المول بس الناس ما معها مصاري. هلا هذه بدها تصير تعاون بين أصحاب المول وأصحاب الأجارات وبين العالم، يعني بدون يتعاونوا حتى ينقلع ونقطع في الفترة المزعجة يعني، بس إن شاء الله بتاخد وقت وبنمشي بنقطع منها إن شاء الله. وقد بدأ الإقبال خجولاً اليوم الأول، ومن الواضح أن القدرة الشرائية تراجعت مع ارتفاع سعر صرف الدولار. فكر يعني بعد كل هالوقت الناس بحاجة إنه غيروا جو وعم بياخدوا بريكوشن جوا، يعني ما في عجقة هلأ، لحد هلأ ما في عجقة. فكيف ستسلك الاستحقاقات المالية المتوجبة على المراكز التجارية في ظل الأزمة التي يتخبط بها لبنان؟ عسى ولعل أهل الساسة يقدمون الحل النهائي الذي يخرج لبنان واقتصاده من عنق الزجاجة. عدد كورونا سجل اليوم 13 حالة جديدة، رفعت العدد التراكمي إلى 1233 إصابة. وفي السراي الحكومي عقدت لجنة التدابير الوقائية لفيروس كورونا اجتماعا برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع لواء ركن محمود الأسمر وحضور رئيس المطار فادي الحسن ورئيس مجلس إدارة ميدل إيست محمد الحوت. البحث تناول مرحلة فتح مطار رفيق الحريري الدولي والتحضير لمرحلة رابعة من عودة المغتربين اللبنانيين. تزامنا اجتماع في وزارة الصحة برئاسة الوزير حمد حسن لفريق عمل الوزارة لمواكبة الإجراءات المتخذة لتخفيف التعبئة العامة وفتح المزيد من القطاعات، وتقرر الاستمرار في حملات المسح الميداني للمناطق اللبنانية من خلال إجراء فحوصات البي سي آر، وكذلك المرحلة التحضير لمرحلة فتح المطار وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها، وسط تأكيد الوزير حسن أنه سيطلب من وزير الداخلية تجهيز مركز حجر صحي في كل محافظة استعدادا لأي تطورات طبية. وتقرر بنتيجة الاجتماع فتح الحضانات اعتبارا من الثامن من حزيران، ولكن بنسبة 25% من قدرة الاستيعاب. المديرية العامة للأمن العام أعلنت معاودة استقبال طلبات المعاملات اعتبارا من الثاني من حزيران، كما تستقبل طلبات الإقامات على مختلف أنواعها والمنتهية صلاحياتها اعتبارا من 11/3/2020 دون استيفاء رسوم التأخير عند التقدم بطلبات تجديدها وفقا للأصول المرعية الإجراء حتى تاريخ 30/6/2020 ضمنا، وتجدد اعتبارا من تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة السابقة. وزارة التربية والتعليم العالي أصدرت قراراً حددت بموجبه 25 من حزيران تاريخ إنهاء العام الدراسي، وحدد القرار ضوابط ترفيع التلامذة إضافة إلى توقف أعمال التعلم عن بعد في 13/6/2020. أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم في تصريح لها عبر مواقع التواصل أنها وقعت مرسوم التشكيلات القضائية، وقالت بالرغم من ملاحظاتي التي أتمسك بها والآن أهم من التشكيلات هو قانون استقلالية القضاء. إذا كان النواب لا يثقون بالقضاء فيما يخص رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، فكيف يطلبون من الناس أن يثقوا بالقضاء فيما يخص حقوقهم وحياتهم؟ وأرفقت تغريدتها بهاشتاج مكافحة الفساد لبنان وهلأ شو.
مجلس القضاء الأعلى رد على نجم وقال إن تأكيدا منه على شفافية أرفق ربطا بمشروع التشكيلات القضائية أسبابه الموجبة التي تتضمن المعايير التي أقرها واعتمدها، ولفت في بيانه إلى أن الاقتراح الذي أعده مجلس القضاء الأعلى قد أخذ في الاعتبار عدد القضاة العدليين لدى القضاء العسكري الذي كان معمولا به سابقا نظرا لحاجات العمل، وإنه أمام إبداء رغبة وزيرة الدفاع في التقيد بملاك القضاة العدليين لدى القضاء العسكري رفع المجلس اقتراحا إلحاقيا في هذا الشأن. وذكر أنه عند إحالة مشروع التشكيلات القضائية إلى وزيرة العدل لم يكن قد تقاعد أي من القضاة الذين استبدلوا في الاقتراح الإلحاقي، وبالتالي لم يكن هناك خطأ في المشروع المحال، علما أن تأخير صدور التشكيلات استتبع لزاما وضع هذا الاقتراح. مجلس القضاء الأعلى أشار إلى أن كلام وزيرة العدل عن مآخذ مسلكية تطال بعض القضاة في مراكز محددة غير مسند ويجافي الواقع، فضلا عن أنه كان من الأجدى إيراده في الملاحظات التي أولى القانون وزير العدل ابدأها حول مشروع التشكيلات عوضا عن ذكرها في وسائل الإعلام. تعيين رئيس مجلس إدارة لتلفزيون لبنان لم يغب عن اجتماع المجلس الأعلى للروم الملكيين الكاثوليك في الربوة. التعيينات المرتقبة وتعيين رئيس مجلس إدارة لتلفزيون لبنان لم يغب عن اجتماع المجلس الأعلى للروم الملكيين الكاثوليك في الربوة الذي رفض أي كلام عن الفيدرالية ودعا إلى تطبيق اللامركزية الإدارية. تابع المجلس مسار التعيينات الإدارية في الحكومة ومن التي تخص الطائفة بداية من تلفزيون لبنان مرورا بمدير عام وزارة الأشغال وصولا لمدير الرقابة على شركات التأمين ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحل والبقاع. نواصل نشاطنا من تلفزيون لبنان. رئيس الجمهورية شدد على أهمية إقرار قانون الأحوال الشخصية الذي يساوي بين الجميع. أنتن مؤهلات لتكريس وحدة لبنان إذا حققتن مشروع قانون الأحوال الشخصية. الكلام لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مشددا للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة كلودين عون روكوز على أهمية العمل الذي أنجزته الهيئة في الأعوام الثلاثة الماضية في خدمة قضايا المرأة. وأنتوا الوحيدين يلي فيكم تعملوا وحدة لبنان بالمستقبل إذا اشتغلتوا لتحقيق حقوق أو قانون الأحوال الشخصية يلي بتساوي بين الكل. هيدي توصي مني تشتغلوا بهالاتجاه، ولكن طالما نحن مش موحدين بقانون بدنا نضلوا الناس مقسومين. في مناسبة انتهاء ولاية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة قدمت الرئيسة كلودين عون روكوز عرضا موجزا لأبرز الإنجازات والبرامج والأنشطة ومنها مشاريع قوانين إلى مجلس النواب، أبرزها تعديل قانون العمل، الضمان الاجتماعي، الحماية من العنف الأسري، والقانون الذي يؤمن حق المرأة بنقل جنسيتها إلى أولادها، الكرة في ملعب البرلمان. التعاون الوثيق والشراكة الثابتة مع منظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة من خلال برامج هادفة متنوعة بتصب بمصلحة المرأة اللبنانية وبتساهم بإزالة التمييز ضدها. وبدي أتمنى التوفيق لرئيسة وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الجديدة، ونحن دائما جاهزين لدعمهم من خلال إمكاناتنا وخبراتنا بهدف تطوير الهيئة واستدامة برامجها ومشاريعها. إشارة إلى أن عقيلة رئيس الحكومة مايا زغريني تشغل نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة. الوزير الغريب يطالب من عين التيني بحصة الحزب الديمقراطي من التعيينات.
الاستقالة من الحكومة أو عدمها قرار يتخذه الحزب الديمقراطي خلال الأيام المقبلة، وفق ما أدلى به الوزير السابق صالح الغريب بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني. الغريب أكد أن تياره لن يتساهل في موضوع التعيينات، مطالبا بتعيين الأصيل بدل الوكيل في المؤسسات الرسمية. فريقنا السياسي يطالب بالتعيينات مثله مثل أي فريق آخر، كونه الممثل الوحيد لشريحة أساسية في هذه البلد، في هذا البلد بالحكومة. ومن هذا المنطلق لدينا علامات استفهام كبيرة حول التأخير في بعض التعيينات، ونعتبر أن هذا التأخير غير مبرر. الرئيس بري بحث مع السفير البريطاني كريس راملينغ في آخر المستجدات السياسية. الرئيس دياب يؤكد إيمانه الكامل بدور المرأة اللبنانية، وأثنى على ضرورة تفعيل دورها في السلطتين التنفيذية والتشريعية. في ذكرى اغتيال الرئيس رشيد كرامي، غرد رئيس الحكومة حسان دياب قائلا إن ذكرى الأول من حزيران تتجاوز عملية الاغتيال السياسي، فهي كانت محاولة لاغتيال وحدة لبنان التي كان يمثلها الرئيس الشهيد. وبقي الأول من حزيران على مدى 33 سنة مضت محطة نستذكر فيها الرأي الرشيد ورجل الدولة ورمز الكرامة، رحم الله الرئيس الرشيد الذي أرسى المبادئ في هذا البيت الكرامي العريق. في السراي الحكومي التقى رئيس الحكومة حسان دياب وزير الداخلية محمد فهمي ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وجرى البحث في التدابير المتخذة في ظل التعبئة العامة تنفيذا لقرارات وزارة الداخلية. الرئيس دياب التقى وفدا من نواب اللقاء التشاوري، وجرى خلال لقاء البحث في الأوضاع السياسية العامة والجلسة الأخيرة لمجلس النواب، وأكد الوفد دعم الحكومة والوقوف إلى جانبها. كما التقى الرئيس دياب وفدا من بلدية طرابلس، وتطرق اللقاء إلى الأوضاع في المدينة. وبعد الظهر التقى رئيسة وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. الوزير السابق ميشيل فرعون يرفض أي كلام عن الفيدرالية ويدعو إلى إصلاحات فورية وجذرية لإعادة الثقة الدولية بلبنان. رفض الوزير السابق ميشيل فرعون أي كلام عن الفيدرالية، مشددا على أهمية الصيغة اللبنانية، وتحدث على هامش اجتماع المجلس الأعلى للروم الملكيين الكاثوليك عن التعيينات المرتقبة. بهالأزمة الكبيرة قصة التعيينات منا يعني الأزمة أكيد لا، وطالما في اتفاق من أكثر من 7-8 سنين ما يتغير، ليكون في اتفاق بين الجميع لتسهيل الوضع، أنه ما يكون في مداورة، ما يكون في تغيير للطائفة بكل منصب. إيه طبعا اليوم في مناصب للطائفة مثل ما غيرها، لازم يكون في الإسراع بالتعيينات، ونحن أكيد لأنه هالمناصب إذا بدنا نقول من حصة الطائفة الكاثوليكية، يكون في التركيز على الكفاءة، لأنه بكل طائفة فيها كفاءات، وما يكون في ضغط سياسي. وهيدي ضمن الأكيد تلفزيون لبنان، وأكيد كمان وزارة الأشغال، وفي غيرها من الوظائف اللي عم نحكي عنها. فرعون لم يأمل خيرا في الشأن الاقتصادي، لأن اللبنانيين لم يطبقوا الإصلاحات. يعني الوضع الاقتصادي منه صعب، هو كارثة، وأكيد اليوم يعني انفقدت الثقة، ما في ثقة، ما في رؤية، ما في استقرار، وما في البيئة للاستثمار. وأكيد الثقة اليوم معدومة أيضا بالطقم السياسي، مش معناتها كل السياسيين عملوا قاموا بالهدر وبالفساد، لأنه معروف في فريق كان عنده حماية قام بهالهدر والفساد، وكان عنده اللي وصلنا اليوم اللي وصلنا لقاله. ولنرجع الثقة بدأ اتفاق مع مؤسسات دولية وبدأ إصلاحات. هلي ما بنعرف إذا اليوم هلي عم بيقوموا أو بهالتنظيم للفساد إذا هن قادرين أو رح خلوهم، ولو قالوا لنقول من هيك الوقاحة وما عاد في إمكانيات كبيرة، إنما في تنظيم اليوم للفساد. طريق عام عكار الدولي الرئيسي عند مدخلها الجنوبي، المنفذ الوحيد لعكار باتجاه طرابلس وبيروت، لا يزال مقفلا بالسواتر الترابية عند مستديرة ببنين العبدي. وقد عمد المحتجون على الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية الصعبة إلى تصعيد تحركهم، مانعين السيارات والشاحنات وصهاريج المحروقات من العبور، ما أدى إلى أزمة سير خانقة على الطرق الفرعية الجانبية وغير المؤهلة عبر مخيم نهر البارد، واضطر العابرون الانتظار لساعات لاجتياز بضع كيلومترات.
في الولايات المتحدة اعتقال أكثر من 4000 محتج منذ بدأ الاحتجاجات. تفاصيل جديدة ولقطات أكثر وضوحاً لجريمة قتل جورج فلويد التي شهدتها مدينة مينيابوليس نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية. الواقعة المأساوية التي حصلت في 25 أيار وأسفرت عن مقتل المواطن الأمريكي فلويد بعد معاملة عنيفة من جانب شرطي جث بركبته فوق عنق الضحية لنحو 9 دقائق بعد أن أنزله من سيارته بالقوة تسببت بموجة غضب عارمة وتظاهرات واحتجاجات في عدد من المدن الأمريكية. ويظهر في مقطع الفيديو ضباط الشركة يقومون بإجراءات تنتهك سياسات إدارة شرطة مينيابوليس وفق وصف الصحيفة. وكانت المواجهات قد استمرت في محيط البيت الأبيض حيث حصلت عمليات كر وفر بين الشرطة والمحتجين مع تجدد التظاهرات في مختلف الولايات الأمريكية حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين مع اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة واشنطن في الليلة 6 على التظاهرات التي عمت أنحاء البلاد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا إلى مزيد من القوة والنظام بمواجهة المتظاهرين. حظر التجول كان فرض الأحد في واشنطن بعد خروج التظاهرات الجديدة غداة ليلة شهدت أعمال شغب في عدد من المدن الأمريكية. السلطات الأمريكية أعلنت اعتقال أكثر من 4000 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات التي تحولت في بعض المناطق إلى أعمال نهب وحرق للمنشآت الحكومية والتجارية. في المواقف الدولية دعت الخارجية الإيرانية واشنطن إلى وقف العنف ضد شعبها وتوجه الناطق الإيراني عباس موسوي إلى الشعب الأمريكي لقد سمع العالم صوت مظلوميتكم ويقف إلى جانبكم أضاف مخاطبا المسؤولين الأمريكيين والشرطة أوقفوا العنف ضد شعبكم ودعوهم يتنفسوا. إلى هنا تنتهي نشاطنا بيير وأنا نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.